بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وسبحان الله وبحمده، تقدس في علوه وجلاله، وتعالى في صفات كماله، وتعظم في سبحات فردانيته وجماله، وتكرم في إفضاله وجمال نواله، جل أن يمثل بشيء من مخلوقاته أو يحاط به، بل هو المحيط بمبتدعاته، لا تصوره الأوهام ولا تثله الأجرام ولا يعقل كنه ذاته البصائر ولا الأفهام. الحمد لله مهين الحق وناصره، ودافع الباطل وكاسره، ومعز الطائع وجابره، ومذل الباغي ودافره، الذي سعد بحظوة واقتراب من قدسه من قام بأعباء الاتباع في بنيانه وأسه، وفاز بمحبوبيته في ميادين أنسه من بذل ما يهواه في طلبه من قلبه وحسه، وتثبت في مهامه الشكوك منتظرا زوال لبسه، سبحانه وبحمده له المثل الأعلى والنور الأتم الأجلى والبرهان الظاهر في الشريعة المثلى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي شهد لوحدانيته الفطر وأسلم لربوبيته ذوي العقل والنظر، وظهرت أحكامه في الآي والسور، وتم اقتداره في تنزل القدر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي شهد لنبوته الهواتف والأحبار، فكان قبل ظهوره ينتظر، وتلاحقت عند مبعثه معجزاته من حنين الجذع وانقياد الشجر، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الخشية والحذر والعلم المنور، فهم قدوة التابع للأثر. أما بعد، فحينما سأل هرقل أبا سفيان جملة أسئلة يريد بها أن يتحرى صدق نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان من ضمن ما سأله أن قال: وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يرتد أحد منهم، أي من الصحابة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هل من يدخل في هذا الدين يرتد عنه ساخطا عليه ورافضا إياه ونابذا له؟ فذكرت ألا، بالعكس يتحول الناس من الكفر إلى الإسلام، ولا يرجع من دخل في هذا الدين عنه سخطة عليه. فذكرت ألا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، هذا فيما يتعلق بدخول الكافر إلى الإسلام. وبما أن وصف السلفي المنتمي إلى أهل السنة والجماعة هو وصف لا يتعارض طبعا مع وصف الإسلام، إلا أنه أخص منه وله دلالات خاصة كما ذكرنا، فأيضا كان من خصائص المنهج السلفي أنه منهج ذو أو المشي فيه في اتجاه واحد، مفترض أنه يكون في اتجاه واحد كإشارات المرور، حينما يكون السير المرور في طريق واحد فقط أو في اتجاه واحد فقط، وشاذ من يعاند هذا الاتجاه ويمشي في اتجاه مخالف، لكن الأصل أنه يؤدي من وإلى اتجاه واحد. فكذلك أيضا لاحظنا من خلال القرون الماضية أن من ينتمي إلى هذا المنهج ولله الحمد يمشي باتجاه واحد محدد المعالم والغاية، فلا تكاد تجد أبدا شخصا انتمى إلى المنهج السلفي عن علم وعن بصيرة ويقين ثم انتكس ساخطا عليه، أبدا لا يمكن، وإنما نجد العكس دائما، التحول من أهل البدع إلى المنهج السلفي أو إلى منهج أهل السنة والجماعة. والنماذج كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي، ما سمعنا أو ما كدنا نسمع عن عالم أو إمام أو داعية انتهج المنهج السلفي ثم انتكس وصار مثلا أشعاريا أو صوفيا أو خلفيا، وإنما نجد دائما اتجاه واحد يتحول الناس من الخلفية إلى السلفية، من الأشعارية والصوفية إلى منهج أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والفرقة الناجية. ورأينا نماذج كثيرة في التاريخ سوف نتعرض لهذا إن شاء الله تعالى فيما بعد.
إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له أثر ملموس جدا في هذا الجانب، فقد رأينا كثيرا من الناس من خارج أهل السنة يصححون مسارهم ويسيرون في هذا الاتجاه على يد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مباشرة أو على يد تلامذته أو على يد كتبه إلى يومنا هذا. فهذا المساء سوف نتعرض ونتذكر رسالة من شخص عاصر شيخ الإسلام وكانت توبته على يديه، بمعنى أنه كان أشعريا حائدا عن المنهج السلفي ثم هداه الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتحول على المنهج السلفي وكتب هذه الرسالة المباركة يخاطب فيها أيضا إخوانه من تلامذة شيخ الإسلام في حياته أن يعرفوا حق هذا الشيخ وأن يستمسكوا بغرضه وأن يكونوا على بصيرة من أمرهم فيه. طبعا باستمرار نحن لا ننظر لشيخ الإسلام كما ينظر المنتمون لأي إنسان أو لأي شخص على أنه يعني هو قطب الرحمة، وإنما كما قلنا العلماء هم منارات على الطريق، منارات على الطريق تضيء لنا الطريق، لكن الطريق الذي أرساه لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق وهو النجاة، وإنما هذه أضواء والشفاف تضيء لنا الطريق حتى نسلكه. فمن المهم جدا أن نستحضر أننا لا نغلو في شيخ الإسلام، وإنما هذا فضل الله كما قلنا يؤتيه من يشاء. مقام شيخ الإسلام بالذات بعد ما ظهر في التاريخ الإسلامي كان نقطة تحول في مسار الدعوة الإسلامية عموما، لأن شيخ الإسلام كما قلنا هو لم يؤسس منهجا على الإطلاق، يعني منهج السلف بدون ابن تيمية ما كان يندثر لأنه الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ما فعله شيخ الإسلام أنه نفض عن هذا المنهج الغبار الذي تراكم عليه منذ أقحمت السياسة نفسها وفرضت مذاهب على الأمة، كما حصل في الفترة العباسية لما حصل أن بعض الخلفاء العباسيين تبنوا كلام المعتزلة في قضية خلق القرآن وغيرها، وأيضا استوردوا كتب اليونان وكتب الفلاسفة وكذا وترجموها، وبالتالي حصل تسميم للآبار الإسلامية التي استقى منها العلم والمعرفة وخلطها ما ليس منها. لما تبنت الدولة المذهب الأشعري أيضا صار له سطوة وصار المنهج السلفي غريبا لا يمثل إلا أحد من الناس. ابن تيمية لم يؤسس مذهبا، ونحن نرفض أن نسمى بالتيميين أو الوهابيين أو غير ذلك من هذه الأسماء، لأن علامة أهل السنة الذين ليس لهم اسم يعرفون به إلا أهل السنة، في حين مذهب الضال والطارئ والمبتدع دائما ينسب أصحابه إلى شخص، وبالتالي مثل هذه المذاهب هي التي يسأل عن متى بدأت أو متى ظهر، يعني تحديد بداية زمنية لا يكون إلا للفرق الضالة، مثلا كما يقول إسماعيلي الجعفرية الشيعة بألوانهم وأطيافهم السبائية وهكذا، يعني كل مذهب ينتسب إلى اسم شخص معين فإنه الذي يسأل عن بداية ظهوره لأنه مبتدع وناشئ. أما أهل السنة فلا يسأل عن بداية ظهورهم، لماذا؟ لأن أهل السنة بدأت دعوتهم منذ نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يوحي إليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه البداية. لكن ما عدا ذلك من الفرق الضالة لابد أن يكون لها بداية حدثت ونشأت ونبغت هذه الفرقة في وقت معين متأخر عن ذلك الوقت. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يتحدث مناظريه يقول أمهلتهم 10 سنوات أن يأتوني بحرف واحد خالف فيه منهج السلف، وكان دائما يأتي بالأدلة مسندة. ولذلك نحن دائما نكرر عندما دراسة أمور العقيدة لابد وخصائص المنهج لابد أن نربط أنفسنا بالمنابع الأصلية، يعني بالكتب المسندة التي ألفت في القرون الأولى التي يطلق عليها كتب السنة، السنة النبي عاصم الشريعة السنة الأجري والسنة الملكائي عقيدة أهل السنة إلى غير ذلك. فلأن هذه قبل أن يوجد ابن تيمية، فلو لم يوجد ابن تيمية في التاريخ ما كان يضيع المذهب وإنما كان سيبقى، لا شك لأن الله سبحانه ضمن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. فكان شيخ الإسلام يتحدى مناظريه أن يأتي بحرف واحد، ولم يستطع أحد أن يستجيب لهذا التحدي وأن يدعي يعني أنه أتى بما لم يكن يقوله السلف. وصل الأمر إلى حد أن بعض المعاصرين ممن طعنوا في المنهج السلفي لما أراد أن يذم السلفيين قالوا إن هؤلاء السلفيين يريدون أن يعودوا في فهم العقيدة إلى كتاب السنة وأن ينبذوا علم الكلام والفلسفة
يقول له لا ما نأخذ وهذا موجود في كلام أبي زهرة في تاريخ المذاهب الإسلامية الجزء الثاني حينما يتكلم عن السلفيين نطق بهذا الخبر وقال يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا إلى دراسة العقيدة إلى ما كان عليه الصدر الأول. فيعني هذا أعظم مسخرة يفتخر بها المنهج السلف لأنه فعلا يريد أن يعود العقيدة على ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام كما قلنا لم يؤسس مذهبا فيش حاجة في مذهب تيمي وإنما هو جدد الدين الحق جدد مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو الفهم الصحيح للإسلام. لا نقول فهم الإسلام الصحيح لأن ما فيش إسلام صحيح وإسلام خطأ لكن الخطأ يأتي في فهم الناس لذلك نقول الفهم الصحيح للإسلام ولا نقول إن هذا هو فهم الإسلام الصحيح. فمن المسائل المهمة جدا أيضا متعلقة بهذا الموضوع هو أننا لماذا نردد حول إبراز أو الكلام على شخصية مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وباقي الأعلام الجبال من أعلام المنهج السلفي. أما كان يكفي أن نقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول نعم لكننا لسنا مبتدعين ليس هذا بدعا من القول أن نظهر أن المنهج في بعض الأوقات تجسد في أشخاص معينين تجسد في شخص معين أو في أشخاص وهذا أبلغ في الاقتداء والتأسي بهذا المنهج. فإن نسبة المنهج لأشخاص معينين هو عبارة عن تجسيد لاعتبارهم رموزا لهذا المنهج وهذا وارد في القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر بعض الأنبياء قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالحث على اتباع المنهج أحيانا يأتي بمثل أصحابه والمنتمين إليه لأن لابد المنهج يتجسد في أشخاص وفي فئة وهي الفرقة الناجية الظاهرة المنصورة. لكن هناك فرق في حق الأنبياء نحن نتأسى بهم اكتساء مطلقا بلا قيود لأنهم معصومون. في حق غير الأنبياء لا يسلم الإنسان زمامه لشخص وهو على قيد الحياة حتى ينظر بما يكتم له كما قال ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ففي حق غير الأنبياء لا يعني يقتدي الإنسان بشخص إلا بعد أن ينظر كيف تكون خاتمته هل يثبت على هذا الحق إلى الممات. فإذا ثبت أنه ثبت على الحق إلى الممات فهذا نعم اقتدى به. لكن كما قال بعضهم يعني لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر لأن ما دام الإنسان غير معصوم وما دام ما زال حيا والخواتيم مغيبة فلا يصح أبدا أن تسلم قيادك لشخص حي لما يموت. لكن إذا مات على الخير فيما يظهر فهذا تقتدي به وتسلم نفسك له طبعا في موافقة الشرع الشريف. والله سبحانه وتعالى أيضا امتدح أصحاب المنهج إذا كانوا يعني حتى كلمة أهل السنة والجماعة حينما يجتمعان هم كاصطلاح الفقير والمسكين والإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع أهل السنة والجماعة. فالسنة هنا في هذه الحالة إذا اقترن بتكون هي المنهج والجماعة الناس الذين تمثل فيهم هذا المنهج. لكن إذا قلت الجماعة فقط تشمل السنة والجماعة إذا قلت السنة وسكت تشمل المنهج وأصحاب المنهج. لكن إذا قلت أهل السنة والجماعة صارت السنة دلت على المنهج والجماعة دلت على أصحاب هذا المنهج. فسواء مدحت المنهج نفسه أو مدحت أصحابه الذين تمثلوا فهذا كله جائز ومأخوذ من القرآن الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. هل اكتفى بوصف الصراط المستقيم أم نسبه إلى من يمتثلونه وينفذونه الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل وهذه المثل هي السلفية بالضبط بمثل ما آمنتم به وهذا الذي نفخر به أن عقيدتنا هي مثل ما آمن به الصحابة ومن ادعى ذلك فليأتي بالبينة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. واضح؟ كذلك قال الله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إلى آخر الآية. فإذا لا بأس من توصيف المنهج أحيانا عن طريق ذكر أحوال رموزه لكن اشترط في غير الأنبياء
أن يكون قد مات على الحق، وإلا ليس هناك معصوم إلا الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نشرع في مدرسة هذه الرسالة التي بدأنا الدرس في مقدمتها، وهي رسالة تسمى التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار للعلامة أحمد ابن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامي المتوفى سنة 1170. قال بعد هذه المقدمة: وبعد فهذه رسالة سطرها العبد الضعيف الراجي رحمة ربه وغفرانه وكرمه وامتنانه أحمد ابن إبراهيم الواسطي، عامله الله بما هو أهله، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة، إلى إخوانه في الله السادة العلماء والأئمة الأتقياء ذوي العلم النافع والقلب الخاشع والنور الصافع الذين كساهم الله كسوة الاتباع، وأرجو من كرمه أن يحققهم بحقائق الانتفاع. السيد الأجل العالم الفاضل فخر المحدثين ومصباح المتعة في الدين المتوجه إلى رب العالمين تقي الدين أبي حفص عمر بن عبد الله بن عبد الأحد بن شقيق، والشيخ الأجل العالم الفاضل السالك الناسك، إلى أن ذكر جملة من العلماء الفاضل والعباد في زمنه ممن كانوا حوله مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلى أن قال: وغيرهم من النائبين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام الأمة الهمام محيي السنة وقامع البدعة ناصر الحديث مفتي الفرق الفاتح عن الحقائق وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق الجامع بين الظاهر والباطن، فهو يقضي بالحق ظاهرا وقلبه في العلا قاطن، أنموذج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين غابت عن القلوب سيرهم ونسيت الأمة حذوهم وسبلهم، فذكرهم بها الشيخ فكان في دارس نهجهم سالكا ولموات حذوهم محييا ولأعنة قواعدهم مالكا. الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية بتجديد الياء ابن تيمية، أعاد الله علينا بركته ورفع إلى معالي العلا درجته وأدام توفيق السادة المبلوء بذكرهم وتسديدهم وأجزل لهم حظهم ومزيدهم. السلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته. جعلنا الله وإياكم ممن ثبت على فرع نوائب الحق جأشه واحتسب لله ما بذله من نفسه في إقامة دينه وما احتوشته من ذلك وحاشه واحتذى حذو السبق الأولين من المهاجرين والأنصار والذين لم تأخذهم في الله لومة لائم، فما ضرهم من خذلهم ولا من خلفهم مع قلة عددهم في أول الأمر، فكانوا مع ذلك لأن فعلاً دعوة شيخ الإسلام بدأت بعدد قليل جداً من الناس وتعرضوا لأذى كثير بسبب انتمائهم للشيخ، كان كلما قبض على الشيخ يضرب تلامذته أو يسجنون معه أو يهنون في الطرقات ونحو ذلك كما هو معروف، فكانوا قلة، لكن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لهم النصر والتمكين. فكانوا مع ذلك كل منهم مجاهد بدين الله قائم، ونرجو من كرم الله تعالى أن يوفقنا لأعمالهم ويرزق قلوبنا قسطا من أحوالهم وينظمنا في سلكهم تحت سجفهم ولوائهم مع قائدهم وإمامهم سيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أذكركم رحمكم الله بما أنتم به عالمون عملا بقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأبدأ من ذلك بأن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وهي وصية الله تعالى إلينا وإلى الأمم من قبلنا كما بين سبحانه وتعالى قائلا وموصيا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقد علمتم تفاصيل التقوى على الجوارح والقلوب بحسب الأوقات والأحوال من الأقوال والأعمال والإرادات والنيات. وينبغي لنا جميعا ألا نقنع من الأعمال بصورها حتى نطالب قلوبنا بين يدي الله تعالى بحقائقها، ومع ذلك فلتكن لنا همة علوية تترامى إلى أوطان القرب ونفحات المحبوبية والحب، فالسعيد من حظي من ذلك بنصيب وكان مولاه منه على سائر الأحوال قريبا بخصوص التقريب،
فيكتسي العبد من ذلك ثمرة الخشية والتعظيم للعزيز العظيم. فالحب والخشية ثابتان في الكتاب العزيز والسنة المأثورة. قال تعالى يحبهم ويحبونه، وقال والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وفي الحديث لو تعلمون من أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في مقامات الحب والخشية في مقام أعلى من مقام ونصيب أرفع من نصيب، فلتكن همة أحدنا من مقامات الحب والخشية أعلى ولا يقنع إلا بذروته وذراه. فالهمم القصيرة تقنع بأيسر نصيب، والهمم العالية تعلو مع الأنفاس إلى قريب الحبيب. لا يشغلن عن ذلك ما هو دونه من الفضائل، والعاقل لا يقنع بأمر مبذول عن حال فاضل. ولتكن الهمة منقسمة على نيل المراتب الظاهرة وتحصيل المقامات الباطنة. فليس من الإنصاف الانصباب إلى الظواهر والتشاغل عن المطالب العلوية ذوات الأنوار البواهر. وليكن لنا جميعا بين الليل والنهار ساعة نخلو فيها بربنا جل اسمه وتعالى قدسه، نجمع بين يديه في تلك الساعة همومنا ونطرح أشغال الدنيا من قلوبنا، فنزهد فيما سوى الله ساعة من النهار. فبذلك يعرف الإنسان حاله مع ربه، فمن كان له مع ربه حال تحركت في تلك الساعة عزائمه وابتهجت بالمحبة والتعظيم سرائره وطارت إلى العلا زفراته وكوامنه. وتلك الساعة يعني ساعة المحاسبة والخلوة، وتلك الساعة أنموذج لحالة العبد في قبره حين خلوه عن ماله وحبه. فمن لم يخل قلبه لله ساعة من نهار لما احتوشه من الهموم الدنيوية وذوات الآصار، فليعلم أنه ليس ثم رابطة علوية ولا نصيب من المحبة ولا المحبوبية. فليبكي على نفسه ولا يرضى منها إلا بنصيب من قرب ربه وأنسه. فإذا حصلت لله تلك الساعة أمكن إيقاع الصلوات الخمس على نمطها من الحضور والخشوع والهيبة للرب العظيم في السجود والركوع. فلا ينبغي لنا أن نبخل على أنفسنا في اليوم والليلة من 24 ساعة بساعة واحدة لله واحدة الهار نعبده فيها حق عبادته، ثم نجتهد على إيقاع الفرائض على ذلك النهج في رعايته. وذلك طريق لنا جميعا إن شاء الله تعالى إلى النفوذ. فالفقيه إذا لم ينفذ في علمه حصل له الشطر الظاهر، ينفذ يعني يمر من الظاهر إلى حقائق الباطن واللب. فالفقيه إذا لم ينفذ في علمه حصل له الشطر الظاهر وفاته الشطر الباطن، لاتصاف قلبه بالجمود وبعده في العبادة والتلاوة عن لين القلوب والجلود، كما قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبذلك يرتقي الفقيه عن فقهاء عصرنا ويتميز به عنهم. فالنافذ من الفقهاء له البصيرة المنورة والذوق الصحيح والفراسة الصادقة والمعرفة التامة والشهادة على غيره بصحيح الأعمال وسقيمها. ومن لم ينفذ لم تكن له هذه الخصوصية وأقصر بعض الأشياء وغاب عنه بعضها. فيتعين علينا جميعا طلب النفوذ إلى حضرة قرب المعبود ولقائه بذوق الإيقان لنعبده كأننا نراه كما جاء في الحديث. وبعد ذلك الحضرة في هذه الدار بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبا في غيب وسرا في سر، بالعكوف على معرفة أيامه وسننه واتباعها. فتبقى البصيرة شاخصة إليه تراه عيانا في الغيب كأنها معه صلى الله عليه وسلم وفي أيامه، فيجاهد على دينه ويبذل ما استطاع من نفسه في نصرته.
وكذلك من سلك في طريق النفوذ يرجى له أن يلقى ربه بقلبه غيبا في غيب وسرا في سر، فيرزق القلب قسطا من المحبة والخشية والتعظيم اليقيني، فيرى الحقائق بقلبه من وراء ستر رقيق، وذلك هو المعبر عنه بالنفوذ، ويصل إلى قلبه من وراء ذلك الستر ما يغمره من أنوار العظمة والجلال والبهاء والكمال، فيتنور العلم الذي اكتسبه العبد ويبقى له كيفية أخرى زائدة على الكيفية المعهودة من البهجة والأنس والقوة في الإعلان والإصرار. فلا ينبغي لنا أن نتشاغل عن نيل هذه الموهبة السنية بشواغل الدنيا وهمومها، فننقطع بذلك كما تقدم بالشيء المفضول عن الأمر المهم الفاضل. فإذا سلكنا في ذلك برهة من الزمان ورزقنا الله تعالى نفوذا وتمكنا في ذلك النفوذ، فلا تعود هذه العوارض الجزئيات والكونيات تؤثر فينا إن شاء الله تعالى. وليكن شأن أحدنا اليوم التعديل بين المصالح الدنيوية والفضائل العلمية والتوجهات القلبية، ولا يقنع أحدنا بأحد هذه الثلاثة عن الآخرين فيفوته المطلوب. ومتى اجتهد في التعديل فإنه إن شاء الله تعالى تعديل، يعني مقصود بنا الموازنة بين المصالح الدنيوية والفضائل العلمية والتوجهات القلبية، يعني احرص على ما ينفع حتى لو كان أمور الدنيا، يبقى إنسان يكون في توازن بين احتياجات الدنيا كما جاء في الحديث: إن لعينك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك لضيفك عليك حقا إلى آخره. فأعط كل ذي حق حقا، هذا هو ما يريد التعديل، يعني الموازنة بين المصالح الدنيوية والفضائل العلمية طلب العلم والتوجهات القلبية للاشتغال بالتنسك والعبادة. ولا يقنع أحدنا بأحد هذه الثلاثة عن الآخرين فيفوت المطلوب. ومتى اجتهد في التعديل فإنه إن شاء الله تعالى بقدر ما يحصل للعبد جزء من أحدهم حصل جزء من الآخر، ثم بالصبر على ذلك تجتمع الأجزاء المحصلة فتصير مرتبة عالية عند النهاية إن شاء الله تعالى. هذا وإن كنتم أيدكم الله تعالى بذلك عالمين، لكن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن هو هنا بدأ بهذه الوصية لإخوانه من تلامذة الشيخ رحمه الله تعالى في التقوى والعبادة والنفوذ. ثم يقول رحمه الله تعالى: فاصفص واعلموا أيدكم الله أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالى في هذا العصر، حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء في الحيوان الأسود. لكن من لم يسافر إلى الأقطار ولم يتعرف أحوال الناس لا يدري قدر ما هو فيه من العافية. وهذا شيء ملموس، يعني إذا كان الإنسان يعيش في وسط إخوانه من أهل السنة يتعلم العلم يتعاون معه على البر والتقوى، قد لا يحس بأثر هذه النعمة إلا إذا فقدها، إذا تغرب في بعض البلاد ورأى سلطان البدع وشيوع الفساد وغير ذلك من الصوارف، حينئذ يحس بنعمة الله عليه التي كان فيها مع إخوانه. يقول: لكن من لم يسافر إلى الأقطار ولم يتعرف أحوال الناس لا يدري قدر ما هو فيه من العافية، فأنتم إن شاء الله تعالى في حق هذه الأمة الأولى كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أصبحتم إخواني تحت سنجق رسول الله، سنجق يعني الراية، تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحتم إخواني تحت سنجق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى، مع شيخكم وإمامكم وشيخنا وإمامنا المدلوء بذكره رضي الله عنه، قد تميزتم عن جميع أهل الأرض فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامها بالدين الصحيح، وقد عرفتم ما أحدث الناس من الأحداث في الفقهاء والفقراء والصوفية والعوام، فأنتم اليوم في مقابلة الجهمية من الفقهاء
أخذ يقارن بين حواري شيخ الإسلام وتلاميذ شيخ الإسلام الذين تجسد فيهم المنهج في ذلك الزمان. المنهج كان متجسدا في الشيخ وحواريه وتلامذته. فهنا يعدد نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويقارنهم بمن حاد عن منهجه يقول فأنتم اليوم في مقابلة الجهمية من الفقهاء نصرتم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حفظ ما أضاعوه من دين الله تصلحون ما أفسدوه من تعطيل صفات الله وأنتم أيضا في مقابلة من لم ينفذ في علمه من الفقهاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمد على مجرد تقليد الأئمة فإنكم قد نصرتم الله ورسوله في تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنة واتخاذ أقوال الأئمة تأثيا بهم لا تقليدا لهم. يعني أنتم أيضا في مقابلة المقلدين أحييتم فقه الدليل وفهم الكتاب والسنة من خلال فهم العلماء لهم تأثيا بهم لا تقليدا لهم. وأنتم أيضا في مقابلة ما أحدثته أنواع الفقراء من الأحمدية والحريرية من إظهار شعار المكاء والتصديع يعني حفلات الذكر التي هي في الحقيقة حفلات غفلة للمكاء والتصديع الصفير والتصفيق والرقص كما يفعل الصوفية وأنتم أيضا في مقابلة ما أحدثته أنواع الفقراء من الأحمدية والحريرية من إظهار شعار المكاء والتصديع ومؤاخاة النساء والصبيان والإعراض عن دين الله إلى خرافات مكذوبة عن مشايخهم واستنادهم إلى شيوخهم وتقليدهم في صائب حركاتهم وخطرها وإعراضهم عن دين الله الذي أنزله من السماء فأنتم بحمد الله تجاهدون هذا الصنف أيضا كما تجاهدون من سبق حفظتم من دين الله ما أضاعوه وعرفتم ما جهلوه تقومون من الدين ما عوجوه وتصلحون منه ما أفسدوه وأنتم أيضا في مقابلة رسمية الصوفية والفقهاء وما أحدثوه من الرسوم الوضعية والآثار الابتداعية من التصنع باللباس والإطراف والسجادة لنيل الرزق من المعلوم ولبس البقياط والأكمام الواسعة في حضرة الدرس وتنميق الكلام والعدل بين يدي المدرس راكعين حفظا للمناصب واستجلابا للرزق والإدراك فخلط هؤلاء في عبادة الله غيره وتأله سواه ففسدت قلوبهم من حيث لا يشعرون يجتمعون لغير الله بل للمعلوم المعلوم يعني ما يأخذونه من زهيد الأموال ويلبسون للمعلوم وكذلك في أغلب حركاتهم يراعون ولاة المعلوم فضيعوا كثيرا من دين الله وأماتوه وحفظتم أنتم ما ضيعوه وقومتم ما أوجوه وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته الزنادقة من الفقراء والصوفية من قولهم بالحلول والاتحاد وتأله المخمخات كاليونسية والعربية والصدرية والسبعينية والتلمسانية فكل هؤلاء بدلوا دين الله تعالى وقلبوا وأعرضوا عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاليونسية يتألهون شيخهم ويجعلونه مظهرا للحق ويستهينون بالعبادات ويظهرون بالفرعنة والصولة والسفاهة والمحالات لما وقر في بواطنهم من الخيالات الفاسدة وقبلتهم الشيخ يونس ورسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن المجيد عنهم بمعزل يؤمنون به بألسنتهم ويكفرون به بأفعالهم وكذلك الاتحادية يجعلون الوجود مظهرا للحق باعتبار أن لا متحرك في الكون سواه ولا ناطق في الأشخاص غيره وفيهم من لا يفرق بين الظاهر والمظهر فيجعل الأمر كموج البحر فلا يفرق بين عين الموجة وبين عين البحر حتى إن أحدهم يتوهم أنه الله فينطق على لسانه ثم يفعل ما أراد من الفواحش والمعاصي لأنه يعتقد ارتفاع الثانوية فمن العابد ومن المعبود صار الكل واحدا اجتمعنا بهذا الصنف في الربط والزوايا فأنتم بحمد الله قائمون في وجه هؤلاء أيضا تنصرون الله ورسوله وتذودون عن دينه وتعملون على إصلاح ما أفسدوا وعلى تقويم ما عوجوا فإن هؤلاء محوا رسم الدين وقلعوا أثره
فلا يقال أفسدوا ولا عوجوا، بل بالغوا في هدم الدين ومحم أثره. ولا قربة أفضل عند الله من القيام بجهاد هؤلاء مهما أمكن، وتبيين مذاهبهم للخاص والعام، وكذلك جهاد كل من ألحد في دين الله وزاغ عن حدوده وشريعته، كائنا في ذلك ما كان من فتنة وقول، كما قيل: إذا رضي الحبيب فلا أبالي، أقام الحي أم جد الرحيل، وبالله المستعان. وكذلك أنتم بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجناد، تصلحون ما أفسدوا من المظالم والإجحافات وسوء السيرة الناشئة عن الجهل بدين الله ما أمكن، وذلك لبعد العهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اليوم له 700 سنة، فأنتم بحمد الله تجددون ما دثر من ذلك ودثر. وكذلك أنتم بحمد الله قائمون في وجوه العامة مما أحدثوا من تعظيم الميلاد والقلندس وخميس البيض والشعانين وكلها أعياد بدعية، وتقبيل القبور والأحجار والتوسل عندها. ومعلوم أن ذلك كله من شعائر النصارى والجاهلية، وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحد الله ويعبد وحده، ولا يؤله معه شيء من مخلوقاته. بعث الله تعالى ناسخا لجميع الشرائع والأديان والأعياد، فأنتم بحمد الله قائمون بإصلاح ما أفسد الناس من ذلك، وقائمون في وجوه من ينصر هذه البدع من مارق الفقهاء، أهل الكيد والضرار لأولياء الله، أهل المقاصد الفاسدة والقلوب التي هي عن نصرة الحق حائدة. وإنما أعرض هذا الضعيف، وهذه ملاحظة جيدة جدا، يقول أنا هنا مدحت حواري الشيخ وتلامذته، مدحتهم بما اختصوا به، وإن كانوا لهم فضائل أخرى في أبواب الخير، إلا أن هذه الفضائل مشتركة بينه وبين عموم المسلمين جميعا. فيقول هنا: وإنما أعرض هذا الضعيف، يعني نفسه، عن ذكر قيامكم في وجوه التتر والنصارى واليهود والرافضة والمعتزلة والقدرية وأصناف أهل البدع والضلالات، لأن الناس متفقون على علمهم، يزعمون أنهم قائمون برد بدعتهم ولا يقومون بتوفية حق الرد عليهم كما تقومون، بل يعلمون ويجهلون عن اللقاء فلا يجاهدون، وتأخذهم في الله اللائمة لحفظ مناصبهم وإبقاء على أغراضهم. يقول: سافرنا البلاد فلم نر من يقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء حق القيام سواكم، فأنتم القائمون في وجوه هؤلاء إن شاء الله بقيامكم بنصرة شيخكم وشيخنا أيده الله حق القيام، بخلاف من ادعى من الناس أنهم يقومون بذلك. فصبرا يا إخواني على ما أقامكم الله فيه من نصرة دينه وتقويم اعوجاجه وخذلان أعدائه، واستعينوا بالله ولا تأخذكم فيه لومة لائم، وإنما هي أيام قلائل والدين منصور، قد تولى الله إقامته ونصره ونصرة من قام به من أوليائه إن شاء الله ظاهرا وباطنا. وابذلوا فيما أقمتم فيه ما أمكنكم من الأنفس والأموال والأفعال والأقوال، عسى أن تلحقوا بذلك بسلفكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد عرفتم ما لقوا في ذات الله، كما قال خبيب حين صلب على الجذع: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلم الممزع. وقد عرفتم ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضر والفاقة في شعب بني هاشم، وما لقي الأولون من التعذيب والهجرة إلى الحبشة، وما لقي المهاجرون والأنصار في أحد وفي بئر معونة وفي قتال أهل الردة وفي جهاد الشام والعراق وغير ذلك. وانظروا كيف بذلوا نفوسهم وأموالهم لله حبا له وشوقا إليه، فكذلك أنتم رحمكم الله، كل منكم على قدر إمكانه واستطاعته بفعله وبقوله وبخطه وبقلبه وبدعائه، كل ذلك جهاد. وأرجو أن لا يخيب من عامل الله بشيء من ذلك، إذ لا عيش إلا في ذلك، ولو لم يكن فيه إلا هممكم مزاحمة لأهل الزيت مشوشة لهم تبغضونهم في الله وتطلبون استقامتهم في دين الله، وذلك من الجهاد الباطل إن شاء الله تعالى. فصف
ثم اعرفوا إخواني حق ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك، واعرفوا طريقكم إلى ذلك، واشكروا الله تعالى عليها، وهو أن أقام لكم ولنا في هذا العصر مثل سيدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب وكشف به عن البصائر عمى الشبهات وحيرة الضلالات، حيث تاه العقل بين هذه الفرق ولم يهتد إلى حقيقة دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن كل منهم يدعي أنه على دين الرسول حتى كشف الله لنا ولكم بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه لعباده. واعلموا أن في أفاق الدنيا أقواما يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق، يعني في أطراف البلاد بلاد الأرض من هم منغمسون في البدع الضل إلى مشاشهم لأنهم لم ييسر لهم من يهديهم عن هذه الضلالات. واعلموا أن في أفاق الدنيا أقواما يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق يعتقدون أن تلك البدع حقيقة الإسلام، فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا. فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس 700 من الهجرة من بين لكم أعلام دينكم وهداكم الله به وإيانا إلى نهج شريعته، وبين لكم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم، فصرتم تعرفون الزائغ من المستقيم والصحيح من السقيم. وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة الذين لا يظلمهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم بالشام إن شاء الله تعالى. ثم إذا علمتم ذلك فاعرفوا حق هذا الرجل الذي هو بين أظهركم وقدره، ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم وحقه وقدره. فمن وقع دين الرسول صلى الله عليه وسلم من قلبه بموقع يستحقه عرف حق ما قام به هذا الرجل بين أظهر عباد الله، يقوم معوجهم ويصلح فسادهم ويلم شعثهم جهجه كانه في الزمان المظلم الذي انحرف فيه الدين وجهلت السنن وعهدت البدع وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والقابض على دينه كالقابض على الجمر. فإن أجر من قام بإظهار هذا النور في هذه الظلمات لا يوصف وخطره لا يوصف. هذا إذا عرفتموه أنتم من حيثية الأمر الشرعي الظاهر، فهنا قوم عرفوه من حيثية أخرى من الأمر الباطن، ومن يقوده إلى معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وعظمة ذاته واتصال قلبه بأشعة أنوارها والاحتضاء من خصائصها وأعلى أذواقها ونفوذه من الظاهر إلى الباطن ومن الشهادة إلى الغيب ومن الغيب إلى الشهادة ومن عالم الخلق إلى عالم الأمر وغير ذلك مما لا يمكن شرحه في كتاب. فشيخكم أيدكم الله تعالى عارف بأحكام أسمائه وصفاته الذاتية، ومثل هذا العارف قد يبصر ببصيرته تنزل الأمر بين طبقات السماء والأرض، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالناس يحسون بما يجري في عالم الشهادة، وهؤلاء بصائرهم شاخصة إلى الغيب ينتظرون ما تجري به الأقدار يشعرون بها أحيانا عند تنزلها. فلا تهونوا أمر مثل هؤلاء في انبساطهم مع الخلق واشتغال أوقاتهم بهم، يعني كل تلامذتي لا تغتروا بأن الشيخ يتبسط معكم ويعيش من بينكم فيهون عليكم، وإنما يقول فلا تهونوا أمر مثل هؤلاء في انبساطهم مع الخلق واشتغال أوقاتهم بهم، فإنهم كما حكي عن الجنيد رحمه الله أنه قيل له كم تنادي على الله تعالى بين الخلق، فقال أنا أنادي على الخلق بين يدي الله، يعني الأصل في حضوره مع الله سبحانه وتعالى، فالأصل هو أنه مع الله. أما الخلق فهو الاستثناء. قيل له كم تنادي على الله بين الخلق، فقال أنا أنادي على الخلق بين يدي الله. وطالب الناس أن يأتي إلى حضرة الله وإلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا أغيب عن الله في الناس لكن أنا أنادي على الخلق بين يدي الله.
فالله الله في حفظ الأدب معه والانفعال بأوامره وحفظ حرماته في الغيب والشهادة وحب من أحبه ومجانبة من أبغضه وتنقصه ورد غيبته والانتصار له في الحق. واعلموا رحمكم الله أن هنا من سافر إلى الأقاليم وعرف الناس وأذواقهم وأشرف على غالب أحوالهم فوالله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما في حق نفسه وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته أصدق الناس عقدا وأصحهم علما وعزما وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة، يعني السنة تجسدت في شيخ الإسلام بحيث إذا فعل شيئا فيعرف هذا من السنة. وبعد ذلك كله فقول الحق فريضة فلا ندعي فيه العصمة عن الخطأ ولا ندعي ما له لغايات الخصائص المطلوبة، فقد يكون في بعض الناقصين خصوصية مقصودة مطلوبة لا يتم الكمال إلا بهاتيك الخصوصية، وهذا القدر لا يجهله منصف عارف. ولولا أن قول الحق فريضة قد تعصب للإنسان هوى لأعرضت عن ذكر هذا، لكن يجب قول الحق إن ساء أو سر الله المستعان. إذا علمتم ذلك أيدكم الله تعالى فاحفظوا قلبه، فإن مثل هذا قد يدعى عظيما في ملكوت السماء. واعملوا على رضاه بكل ممكن واستجلبوا وده لكم وحبه إياكم بمهما قدرتم عليه، فإن مثل هذا يكون شهيدا، والشهداء في العصر تبع لمثله، فإن حصلت لكم محبته رجوت لكم بذلك خصوصية أكتمها ولا أذكرها، وربما يفطن لها الأذكياء منكم وربما سمحت نفسي بذكرها كي لا أكتم عنكم نصحي. وتلك الخصوصية هي أن ترزقوا قسطا من نصيبه الخاص المحمدي مع الله تعالى، فإن ذلك إنما يسري بواسطة محبة الشيخ للمريد واستجلاب المريد محبة الشيخ لتأتيه معه وحفظ قلبه وخاطره واستجلاب وده ومحبته، فأرجو بذلك لكم قسطا مما بينه وبين الله تعالى فضلا عما تكسبونه من ظاهر علمه وفوائده وسياسته إن شاء الله تعالى. وأرجو أنكم إذا فتحتم بينكم وبين ربكم تعالى بصحيح المعاملة بحفظ تلك الساعة في الصلوات الخمس والتهجد أن ينفتح لكم معرفة حقيقة هذا الرجل ونبئه إن شاء الله تعالى. وإنما ذكرت حفظ الساعة التي تكلم عنها في بداية الوصية ساعة الخلوة 24 ساعة ساعة يخلو فيها العبد ربه ويحاسب نفسه، وإنما ذكرت حفظ الساعة وإن كانت الصلوات الخمس كفاية إذا قام العبد فيها لحق الله تعالى، وذلك لأن الصلوات قد تهجم على العبد وقلبه مأخوذ في جوانب الظاهر فلا يعرف نصيب قلبه من ربه فيها، فإذا كان العبد ساعة بين الليل والنهار عرف فيها نصيب قلبه من ربه، فإذا جاءت الصلوات عرف فيها حاله وزيادته ونقصانه باعتبار حالته مع ربه في تلك الساعة وبالله المستعان. فصف وإذا عرفتم قدر دين الله تعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفتم قدر حقائق الدين الذي يعبر عنه بالنفوذ إلى الله تعالى والحظوة بقربه، ثم عرفتم اجتماع الأمرين في شخص معين، ثم عرفتم انحراف الأمة عن الصراط المستقيم وقيام الرجل المعين الجامع للظاهر والباطن في وجوه المنحرفين ينصر الله تعالى ودينه ويقوم معوجهم يلم شعثهم ويصلح فاسدهم، ثم سمعتم بعد ذلك طعن طاعن عليه من أصحابه أو من غيركم فإنه لا يخفى عنكم محق هو أو مبطل إن شاء الله، وبرهان ذلك أن المحق طالب الهدى والحق
يعرض عند من أنكر عليه ذلك الفعل الذي أنكره، إما بصيغة السؤال أو الاستفهام بالتلطف عن ذلك النقص الذي رآه فيه أو بلغه عنه، فإن وجد هناك اجتهادا أو رأيا أو حجة قنع بذلك وأمسك ولم يفش ذلك لغيره إلا مع إقامة ما بينه من الاجتهاد أو الرأي أو الحجة ليسد الخلل بذلك. فمثل هذا يكون طالب هدى محبا ناصحا يطلب الحق ويروم تقويم أستاذه عن انحرافه بتعريفه وتفويضه كما يروم أستاذه تقويمه، كما قال بعض الخلفاء الراشدين ولا يحضر اسمه هو جاء عن ذكر عمر إذا اعوججت تقوموني. فهذا حق واجب بين الأستاذ والطالب، يعني هو هنا يقارن، هو طبعا بعدما مهد وقال إن ليست العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو بلغ في كمال مبلغ عظيما شيخ الإسلام لكنه ليس المعصوم، وبالتالي من لوازم هذا أن ممكن يقع في خطأ. لكن هنا يفرق بين طالب الحق والمغرد إذا سقط على خطأ لمثل هذا الإمام، فيقول إن طالب الحق إذا وقع على مثل هذا الخطأ فإنه يتلطف مع الشيخ أن يعرض عليه السؤال بصورة مهذبة أو فيها نوع من التعريض عن هذا النقص أو هذا الشيء الذي رأاه يترخص فيه، فإذا رأى حجة واجتهاد إذا أجابه شيخ بأن هذا ناشئ عن حجة واجتهاد قنع بذلك وأمسك ولم يفش ذلك إلى غيره إذا رأى يترخص في شيء معين. أما إذا بيانه لغيره فإنه يقرن ذلك البيان أن هذا اجتهاد منه وعذره في ذلك كذا وكذا، فهذا هو طالب الهدى وطالب الحق الذي ينصح شيخه كما ينصح شيخه. يقول فهذا حق واجب بين الأستاذ والطالب، فإن الأستاذ يطلب إقامة الحق على نفسه ليقوم به ويتهم نفسه أحيانا ويتعرف أحواله من غيره مما عنده من النصفة وطلب الحق والحذر من الباطل، كما يطلب المريد ذلك من شيخه من التقويم وإصلاح الفاسد من الأعمال والأقوال. ومن براهين المحب أن يكون عدلا في مدحه عدلا في ذمه، من براهين المحب أنه عند المدح يكون عدلا عند الذم أيضا يكون عدلا. أما من يجادل لا يقف عند حد العدل لكن يغلو ويطلق لسانه بعبارات في غلو خارج عن العدل والصواب، فمن جازف في المدح إذا رضي فإنه يجازف في الذم إذا سخط، وهذا ما نرى تجد شخصا يعيش مع شخص معين فهو من طبيعة الغلو، فالشخص اللي عنده غلو في كل الأحوال حواله، فمثلا إذا رضي عن شيء يظل يمدحه حتى يصل به إلى السحاب، ثم إذا حصل شيء بينه بعد ذلك وسخط عليه فإنه يحاول أن يجعله في أسفل سافل، لأن الذي عنده مبدأ الغلو لا يتلازل عنه في الحب أو في البغض، ما دام يغلو إذا أحب الإفراط والغلو كذلك إذا أبغض أو إذا كرف إنه يغالي في سخط فينقلب إلى الطرف النقيض تماما، وهذا الذي يشير إليه الشيخ. فلذلك احذر ممن يمدحك بالباطل، لأن من مدحك بالباطل وهو محب سوف يذمك بالباطل إذا أبغضك ووقع بينك وبينه شيء. ومن براهين المحب أن يكون عدلا في مدحه عدلا في ذمه، لا يحمله الهوى عند وجود المراد على الإفراط في المدح، ولا يحمله الهوى عند تعذر المقصود على نسيان الفضائل والمناقب وتعديد المساوئ والمثالب. فالمحب في حالة غضبه ورضاه ثابت على مدح من مدحه وأثنى عليه، ثابت على ذم من ثلبه وحط عليه. ثم أذكر الصورة الأخرى من المحب المنصف، هذا شخص يتصيد الأخطاء يشنع بها ويمثل الناس عن الشيخ. يقول وأما من عمل كراسة في عد مثالب هذا الرجل القائم بهذه الصفات الكاملة بين أصناف هذا العالم المنحرف في هذا الزمان المظلم، ثم ذكر مع ذلك شيئا من فضائله ويعلم أنه ليس المقصود ذكر الفضائل بل المقصود تلك المثالة، لعله يحصل شخصا معينا ادعى أنه يتكلم عن الشيخ فأظهر أنه يمدح الشيخ، وفي أثناء المديح ذكر بعد ذلك أشياء يقصد بها الحظ من شيخ الإسلام، فهو يريد أن يموه على الناس أنه يمدح شيخ الإسلام لكنه يدوس في كلامه ما يحط من قدره رحمه الله تعالى. فهو عمل هذه الكراسة ثم أخذ الكراسة يقرأها على أصحابه واحدا واحدا في خلوة يوقف بذلك همهم عن شيء ويريهم قدحا فيه،
فإني أستخير الله تعالى وأجتهد رأيي في مثل هذا الرجل، وأقول انتصارا لمن ينصر دين الله بين أعداء الله في رأس السبعمائة، فإن نصرة مثل هذا الرجل واجبة على كل مؤمن، كما قال ورقة بن نوفل: لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فهذا حق التلميذ على شيخه في دلالة هذا الحديث، أن صاحب دعوة الحق لابد أن ينصر ويذب عنه. هذه يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بأعلام الأئمة والعلماء، أنه يسخر لهم من يشج أزرهم وينصرهم. يقول: ثم أسأل الله تعالى العصمة فيما أقول عن تعدي الحدود والإفلاد إلى الهوى. أقول مثل هذا ولا أعين الشخص المذكور بعينه. وهذه كان أدب شيخ الإسلام، أنه إذا ذم أحدا من المسلمين لا يذكره باسمه ما استطاع إلا لحاجة شرعية. أقول مثل هذا ولا أعين الشخص المذكور بعينه لا يخلو من أمور. اللي كتب الكراسة هذه وظل يشمع على شيخ الإسلام ويرجف ويلف على الناس في خلوات ويقرأ معهم هذا الكلام، يقول هذا لا يخلو من أمور: أحدها أن يكون ذا سن تغير رأيه لسنه، يعني ما يسمى بخرف الشيخوخة. أحيانا من كبر في السن وطعن في السن يبدأ عقله ينقص، ثم رددناه أسفل سافلين. إيه المقصود بقى رددناه أسفل سافلين؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. مين يفكرنا في التفسير؟ ماشي أرضى العمر وتنقص قدرات العقل. كمل. ثم رددناه أسفل سافلين. طب إيه بقى يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هل المؤمن بعمل الصالحات يعصم من مرض عته الشيخوخه او خرف الشيخوخه؟ لا، نحن نرى في الواقع ان ده بيحصل. كبار العلماء حينما يكبرون في السن يحصل منهم منه هذا احيانا. ايه معنى الا الذين امنوا؟ الاستثناء هنا من ايه؟ هل الا الذين امنوا من الصالحات معصومون من ان تصيبه امراض الشيخوخه؟ ولا ايه الاستثناء هنا؟ ايوه احسن. طب والدليل؟ الدليل من الصوره: فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع. فيفهم من هذه الآية عشان تطمئنوا وكبار السن يطمئنوا أيضا، أن المقصود أن الإنسان ما دام في حياته كلها مستقيما على الطاعة والحرص عليها والأعمال الصالحة، فإنه إذا طرأ له مرض الشيخوخة وأقعده عن الاستمرار فيما كان يقوى عليه من قبل، فإنه لا ينقطع أجره بسبب هذا المرض، وإنما يبقى له ثواب ما كان يعمله في حال الصحة والقوة. لهم أجر غير ممنون، يعني يجري أجر مكان اعتادوا عليه. وده قريب من معنى حديث الايه، الشخص الذي يداوم على قيام الليل ثم إذا نام ليلة يكتب له ما كان ايه من عادته، ما دام النوم هو العذر السنوي الذي أقعده. أو مثلا حديث الإنسان إذا مرض يكتب له في مرضه ما كان يعمله في حالة الصحة، يكتب له ما كان اعتاد عليه الأعمال في الصحة، لكن إذا أقعده المرض هذا عذر فيثاب بأنه عمل هذه الأعمال. كذلك الشخص الذي يصل لسن الشيخوخة هذا اللي هو السن الكبير ممكن بقى بيرد إلى أرض العمر مع أنه كان عالما أو عابدا أو صالحا، هل هذا نقول أنه هو مش من الذين أمنوا أو أنه خلاص سقط عنه التكليف وأداء ضاع كل عمله؟ لا، إذا جرت عليه سنة الحياة بأنه يأتي لسن الشيخوخة هذا ويقعد عما كان يفعل من الأعمال السابقة أو يقل عقله ونحو ذلك، فهذا ما دام كان مستقيما من قبل الشيخوخة يكتب له نفس الأجر، فلهم أجر غير ممنوع غير مقطوع يستمر إلى أن يفارق الحياة، يكتب له أجر ما كان يعمله. واضح؟ ولذلك نلاحظ في الآيات الأمرة بالبر والوالدين قول الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إشارة إلى هذا الوضع، الأب أو الأم إذا كبر في السن بيبدأ في كثير من الأحيان بيبدأ نوع من الخلل في قدرات العقل، فتصدر منه أشياء لا ينبغي أن يحسب عليه، بل الحل هو الصبر والرفق به، لأن سيدور الزمن وأنت أيضا تصل لهذا السن، فارحمه حتى يكون الجزاء من جنس العمل. فساعات يحصل بسبب كبر السن تصرفات غير موزونة، كلام غير متزن فيه نظر من كبار السن. إما يبغن عندك الكبر فأمر بالصبر على الوالدين في هذا السن الكبر، لأنه ممكن يكون في مشقة في رعايتهما بسبب الانتكاس لأحوال الطفولة من قضاء الحاجة مثلا، يعني لا يتمكن من التحكم في نفسه ونحو ذلك فيحتاج رعاية وعناية. ففي هذه الحالة أمر الله سبحانه وتعالى بالإيه؟
بالصبر عليهما والإحسان إليهما وعدم التأفف أو التأذي، فما بالك بمن ليس في هذه الحالة؟ لا شك يكون أولى بالصبر عليه. المهم نعود إلى موضوعنا، يقول أقول مثل هذا ولا أعين الشخص المذكور بعينه لا يخلو من أمرين، أحدهما أن يكون ذا سن تغير رأيه لسنه، لا بمعنى أنه اضطرب بل بمعنى أن السن إذا كبر يجتهد صاحبه في الحق ثم يضعه في غير مواضعه، مثلا يجتهد أن إنكار المنكر واجب وهذا منكر وصاحبه قد راجع على الناس، فيجب علي تعريف الناس ما راجع عليهم وتغيب عليه المفاسد في ذلك، فمنها يعني يجتهد ويرى أن هذا صح، أنه إيه ينصح الناس عشان ينصحهم ويبين ما يأخذوا على الشيء، فيقول تغيب عنه لا يحسن وزن الأمور، تغيب عنهم عواقب هذا التصرف أولا، فمنها تخذيل الطلبة لأن الطعن في العلماء طعن في الشريعة، وإذا خذلت الناس عن العالم فإنك تخذلهم عن عن المنهج الحق وعن التعلم الشرعي، فمنها تخذيل الطلبة وهم مضطرون إلى محبة شيخهم ليأخذوا عنه، فمتى تغيرت قلوبهم عليه ورأوا فيه نقصا حرموا فوائده الظاهرة والباطنة، وخيف عليهم المقت من الله الأولى ثم من الشيخ الثاني. المسألة الثانية، إذا شعر أهل البدع الذين نحن وشيخنا قائمون الليل والنهار بالجهاد والتوجه في وجوههم لنصرة الحق أن في أصحابنا من ثلب رئيس القوم بمثل هذا، فإنهم يتطرقون بذلك إلى الاشتفاء من أهل الحق ويجعل له حجة له. المسألة الثالثة، تعديد المثال في مقابلة ما يستغرقها ويزيد عليها بأضعاف كثيرة من المناقب، فإن ذلك ظلم وجهل، المبالغة في المثالب وجحود الحسنات، وهذا منهج مريض موجود الآن في طوائف كثيرة من الشباب، يكفي في عالم معين يكون فيه خطأ واحد وقع فيه، فكل هذا العالم يشطب عليه تماما ويصبح يساوي خطأ محددا أو اجتهادا أخطأ فيه أو أصاب، فهذا من الأمور الموجودة للأسف في زماننا، وقد تكلمنا عن هذا التفسير من قبل. والأمر الثاني من الأمور الموجبة لذلك التي دفعت صاحب الحراسة أن يكتبها، تغير حاله وقلبه وفساد سلوكه بحسد كان كاملا فيه وكان يكتمه برهة من الزمان، فظهر ذلك الكمين في قالب صورته حق ومعناه باطل. فصل، وهو الفصل الأخير من الرسالة، وفي الجملة أيدكم الله، إذا رأيتم طاعنا على صاحبكم فافتقدوه في عقله أولا، هل هو عاقل أم غير عاقل، ثم في فهمه ثم في صدقه ثم في سنه، فإذا وجدتم الاضطراب في عقله دلكم على جهله بصاحبكم وما يقول فيه وعنه، ومثله قلة الفهم ومثله عدم الصدق أو قصوره، لأن نقصان الفهم يؤدي إلى نقصان الصدق بحسب ما غاب عقله عنه، ومثله العلو في السن فإنه يشيخ فيه الرأي والعقل كما تشيخ فيه القوى الظاهرة الحسية، فاتهموا مثل هذا الشخص واحذروه وأعرضوا عنه إعراض مدارات بلا جدل ولا خصومة. وصفة الامتحان بصحة إدراك الشخص عقلي وفهمه أن تسأله عن مسألة سلوكية أو علمية، فإذا أجاب عنها فأوردوا على الجواب إشكالا متوجها بتوجيه صحيح، فإن رأيتم الرجل يروح يمينا وشمالا ويخرج عن ذلك المعنى إلى معان خارجة وحكايات ليست في المعنى حتى ينسى رب المسألة سؤاله حيث توهب عنه بكلام لا فائدة فيه، فمثل هذا لا تعتمد على طعنه ولا على مدحه، فإنه ناقص الفطرة كثير الخيال لا يثبت على تحري المدارك العلمية، ولا تنكر مثل إنكار هذا، فإنه اشتهر قيام ذي الخويصرة التميمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول له اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى، وهذا متفق عليه ونحو ذلك. فوقوع هذا وأمثاله من بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة، وإن كان ذلك في اليهود والنصارى، لكن لما كانوا منحرفين عن نهج الصواب فكذلك يكون في هذه الأمة من يحذو حذو كل منحرف وجد في العالم، متقدما كان أو متأخرا حذو الكذة بالكذة، حتى لو دخل جحر ضب لدخلوه. يا سبحان الله العظيم، أين عقول هؤلاء؟ عميت أبصارهم وبصائرهم؟
أفلا يرون ما الناس فيه من العمى والحيرة في الزمان المظلم المدلهم الذي قد ملكت فيه الكفار معظم الدنيا وقد بقيت هذه الخطة الضيقة يشم المؤمنون فيها رائحة الإسلام وفي هذه الخطة الضيقة من الظلمات من علماء السوء والدعاة إلى الباطل وإقامته ودحض الحق وأهله ما لا يحصر في كتاب. ثم إن الله تعالى قد رحم هذه الأمة بإقامة رجل قوي الهمة ضعيف التركيب قد فرق نفسه وهمه في مصالح العالم وإصلاح فسادهم والقيام بمهماتهم وحوائجهم ضمن ما هو قائم بصد البدع والضلالات وتحصيل مواد العلم النبوي الذي يصلح به فساد العالم ويرده إلى الدين الأول العتيق جهد إمكانه وإلا فأين حقيقة الدين العتيق. فهو مع كل هذا قائم بجملة ذلك وحده وهو منفرد بين أهل الزمان قليل ناصر كثير قاذب وحاسد والشامت فيه. فمثل هذا الرجل في هذا الزمان وقيامه بهذا الأمر العظيم الخطير فيه أيقال له لما يرد على الأحمدية لما لا تعدل في القسمة لما تدخل على العمراء لما تقرب زيدا وعمرا أفلا يستحي العبد من الله يذكر مثل هذه الجزئيات في مقابلة هذا العبد الثقيل يعني يبدو أن صاحب الحراسة كتب بعض من الشبهات يطعن فيها بشيخ الإسلام أو يعرض به يبدو أنه لما يرد على الأحمدية كيف يرد على فرقة الأحمدية لما لا تعدل في القسمة يعني لأن ابن تيمية كان معروف أنه إذا تتوى الأموال الوفيرة كان يفرقها كل الناس ولا يأخذ شيئا لنفسه كان في غاية الفقر والزهد في الدنيا حتى أن ملك الكتار لما وشى بعض الناس إليه وقال له أن ابن تيمية بيخطط لقلب نظام الحكم ابن تيمية بيخطط عشان عايز ياخذ الملك بتاعه فاعتقلوه جابوه أمام الملك فقال له وقيل لي إنك تريد أن تنال الملك يعني ونحو ذلك فقال أنا أطلب ملكك إن ملكك وملك ملك المغول المغول يعني لا يساوي عندي في السيف فيقول هب وعظم في صدره. شيخ الإسلام كان أزهد الناس في الدنيا رحمه الله تعالى ومع ذلك كان إذا أتته الأموال يفرقها في حوائج الناس فربما وجد بعض الناس في أنفسهم أنه أعطى فلانا ولم يعطي فلانا فبيقعد في ذلك يقول أنه لم يعد في القسمة. نقول قد قلت من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله كما قال ذلك الخارجي لما تدخل على الأمراء يطعنون عليه لأنه إيه يدخل على الأمراء ويقابل الأمراء لما تقرب زيدا وعمرا ثم يرد الشيخ يقول أفلا يستحي العبد من الله يذكر مثل هذه الجزئيات في مقابلة هذا العلم الثقيل ولو حوقق الرجل على هذه الجزئيات وجد عنده نصوص صحيحة ومقاصد صحيحة ونيات صحيحة تغيب عن الضعفاء العقول بل عن الكمل منهم حتى يسمعون. أما رده على الطائفة الفلانية أيها المفرط التائه الذي لا يدري ما يقول أفيقوم دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل من السماء إلا بالطعن على هؤلاء وكيف يظهر الحق إن لم يخذل الباطل لا يقول مثل هذا إلا تائه أو مسن أو حاسد. وكذا القسمة للرجل في ذلك اجتهاد صحيح ونظر إلى مصالح تترتب على إعطاء قوم دون قوم كما خص الرسول صلى الله عليه وسلم الطلقاء بمئة من الإبل وحرم الأمصار حتى قال منهم أحداثهم شيئا في ذلك لا ذو أحلامهم وفيها قام ذو الكويسرة فقال ما قال. وأما دخوله على الأمراء فلو لم يكن يعني إن لم يكن مثل ابن تيمية يدخل على الأمراء ويلتقي به فلو لم يكن كيف كان شم الأمراء رائحة الدين العتيق الخالص كيف كانوا يعرفون شيئا عن الدين الذي غاب والذي اختلطت به البدع كيف كان شم الأمراء رائحة الدين العتيق الخالص ولو فتش المفتش لوجد هذه الكيفية التي عنده من رائحة الدين ومعرفة المنافقين إنما اقتبسوها من صاحبكم. وأما تقريب زيد وعمر فلمصلحة باطنة لو فتش عنها مع المعصاص وجد هناك ما يرى أن ذلك من المصلحة ونفرض أنك مصيب في ذلك إذ لا نعتقد العصمة إلا في الأنبياء والخطر جار على غيرهم أيذكر مثل هذا الخطأ في مقابلة ما تقدم من الأمور العظام الجسام
لا يذكر مثل هذا في كراسة ويعددها ثم يدور بها على واحد واحد كأنه يقول شيئا إلا رجل نسأل الله العافية في عقله وخاتمة الخير على عمله وأن يرده عن انحرافه إلى نهج الصواب بحيث لا يبقى معشره يعيبه بعلمه وتصنيفه من أولي العقول والأحلاح. ونستغفر الله العظيم من الخطأ والزلل في القول والعمل والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم قال الحافظ ابن عبد الهادي بعدما ذكر هذه الرسالة في العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا آخر رسالة التي سماها مؤلفها التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار. فرحم الله من قام بحمل الإصرار وتصحيح التوبة بالاستغفار إلى عالم الإصرار، نفع الله من وقف عليها وأصغى إلى ما يفتح منها ولديها. آمين. فهذا ما تيسر اليوم من الكلام عن شخص أيضا من المعاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم نشرع ذلك إن شاء الله تعالى في العناصر التقليدية في تناول الترجمة. ونكتفي بهذا فأقول قولي هذا، استغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.